اخر حاجة كنا ابتدينا نتكلم على اخر كومبوننت رئيسية عندنا، وزي ما احنا متفقين ان احنا بنتكلم على السيمبل الرمز، بنتكلم على الفانكشن، وفي الاخر بنركبه على الدائرة ونشوف وظيفته في الدائرة ايه. النهاردة هنخلص الكلام ده، هنخلص الكلام على كل الكومبوننتس، وابتداء من يوم الحد ان شاء الله هنبتدي نتكلم بقى على الكونستراكشن بتاع الكومبوننتس، شكله ايه التشيك فالف من جوه، شكله ايه الدايركشن كنترول فالف من جوه، بيشتغل ازاي، وهناخد حاجات مور ادفانسد بقى عن اللي احنا خدناه. احنا كنا قبل الميدتيرمز كنا قلنا ان احنا عندنا ثلاثة مين كاتيجوري من الكنترول فالفز، دايركشن كنترول فالف، بريشر كنترول فالف، فلو كنترول فالف، وشرحنا التشيك فالف سواء كان تشيك فالف عادي او بايلوت اوبريتد تشيك فالف، واتكلمنا كمان على الدايركشن كنترول فالفز سواء كنا بنتكلم على 4 على 2 دايركشن كنترول فالفز او 4 على 3 دايركشن كنترول فالفز، وشوفنا تاثيره على السلندر، هنا دبل اكتنج سلندر، الاثنين دبل اكتنج سلندر، ده 4 على 2 وده 4 على 3. والنهارده يمكن كمان لو كان في وقت هنبتدي نتكلم على السنتر بوزيشن، وزي ما قلت لك ده السنتر بوزيشن اللي هو الوضع اللي في النص ده، ممكن يكون كلوز تايب، تاندم تايب، اوبن تايب، فلو تايب او ريجينريتيف تايب، وهناخد كل واحد فيهم سواء هناخده في المحاضرات او في السكيشن. اخر حاجه بقى كنا ابتدينا نتكلم عليها اليوم الاحد، ابتدينا نتكلم على البريشر كنترول فالفز. عشان افكرك بايه هي البريشر كنترول فالفز، هحضر لك الموفي البسيط ده اللي هو بيكلمك ايه هي البريشر كنترول فالفز. The primary concern in fluid analysis is to either control the rate of flow or the pressure level. One misconception has been that pressure may be controlled with an orifice or flow control device. هي الجملة دي مهمة جدا، لأن الفلو كنترول فالف اللي هو الكنترول ريت اوف فلو اللي هناخده النهارده على طول، والكنترول بريشر كنترول اوف بريشر، الاثنين ممكن تتلخبط ما بينهم، لأن الاثنين بنتحكم فيهم عن طريق تغير في الأورفيس، بنغير فتحة الأورفيس. فهو بيقول لك هنا إن تغيير فتحة الأورفيس ده بيأثر بيتحكم فيه كنترول اوف فلو أو فلو كنترول فالف، لكن البريشر كنترول مش مجرد أورفيس بتفتح وبتقفل. الرسمة اللي قدامنا دي اللي هي على اليمين ده احد انواع البريشر كنترول فالفز، ده اللي احنا هنشوفه واحنا بنتكلم بقى على الكونستراكشن او ازاي الفالف ده بيشتغل وازاي ادخله في الحسابات بطريقه ادق. This is never accomplished with any degree of accuracy. For accurate control of course, six types of pressure controls have been developed. They are release valve, unloading valve, sequence valve, reducing valve, counterbalance valve, and brake valve. دول الست انواع الرئيسيه اللي بيتحكموا في البريشر، بريشر ريليف فالف، بريشر انلودنج فالف، ودول اللي احنا خدناهم المره اللي فاتت، بريشر ريديوسنج فالف دي ريديوس البريشر، واللي هنكمل بقى النهارده السيكونس فالف، الكاونتر بالانس فالف هناخد فكرته على الاقل وهنشرحه بالتفصيل بعد كده، والبريك فالف. لو بصيت على الرمز هتلاقي انك انت لو انت مش فاهم الاوبريشن هتتلخبط في الرمز، يعني لو شلت الاسماء دي وقلت لك حط انت من عندك الاسماء هتتلخبط وانت بتحط. الرسومات اللي قدامنا دي في يوم واحد فيها حاجه غلط، الرسومات اللي قدامك دي واحد فيهم غلط. فين؟ طيب اكتب اسمك في ورقه وابعتها لي. الريديوسنج فعلا بياخد السيمبل احنا قلناه المره اللي فاتت داون ستريم، السيمبل داون ستريم، ماشي؟ بس عايز اطمن ان هو الغلطه دي مش موجوده هنا ولا لسه موجوده، مش عارف الصراحه. الحقيقه نفس الغلطه موجوده في الكتاب في صفحة 281، في نفس الغلطة الريديوسنج واخد من واخد اب ستريم، الريديوسنج دايما بادجاست الداون ستريم بريشر مش الاب ستريم بريشر. لو استثنيت الريديوسنج بره الموضوع اللي هو نورمالي اوبن، الباقيين كلهم ايه؟ نورمالي ايه؟ كلوزد. بيسنس داون ستريم، الباقيين كلهم ايه؟ بيسنسوا اب ستريم او اكسترنال، زي ما موجود هنا وهنا وهنا. external يعني من حته ثانيه مش من عند الفالف نفسه يعني، ماشي؟
الريديوسنج هو الوحيد المختلف. الاختلافات ما بين ده وده وده، هل الريليف اقدر استخدمه مكان الانلودنج كان كاونتر باس؟ الحقيقه لا، ده كل واحد ليه مواصفات معينه. لكن لما نيجي نتكلم على الكونستراكشن، في فالف بيبقى جنرال تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، تغير توصيلاته بحيث تستخدمه اي نوع من الخمس انواع دول. By symbol, these valves closely resemble one another. Often, only their location and hydraulic surface will designate what type of pressure valve they are. بيقول لك قال نفس الكلام، ان ممكن لو هو جنرال بريشر كنترول فالف تقدر تستخدمه اي استخدام من الخمسه دول، ولكن على حسب اللوكيشن بتاعه في الدايره وعلى حسب توصيله في الدايره. طيب خلينا افكرك برضو بموفيز كده اللي هو من الانلودنج فالف. احنا اخر حاجه وقفنا عنها لو انتوا فاكرين كنا بنتكلم على الانلودنج فالف، خدنا الريديوسنج وخدنا الانلودنج. خليني اشوف الانلودنج يعني اخر حاجه احنا خدناها، ونشوف الريديوسنج برضو وبعدين نشوف اللي هناخده بعد كده. الانلود قلنا غير الريليف، قلنا الفكره الرئيسيه بتاعته ان بيسنس البريشر، هو بيأكت نفس الاكشن بتاع الريليف اللي هو، بس بدل ما بيريليف البريشر بتاع البامبس بيانلود الفلو بتاع الترومبو، بحيث كلمه انلود معناها بانلود من غير بريشر، من غير لود. Is a remotely piloted, normally closed pressure control valve that directs flow to the tank and pressure at that location into the predetermined level. دي نفس الدايرة أو دايرة شبيهة باللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت. عندك تو بامبس، الرسمة دي حقيقة أدق من الرسمة اللي أنا كنت مديها لك في الورق. ليه ادق؟ ليه بقول الرسمه دي ادق من الرسومات اللي عندك؟ عشان احجام بالظبط كده السيمبلز. الفرق الرئيسي مكان التو بامبس اللي انا كنت جايبهم لك قبل كده كان مديهم لك سيميلر، تو بامبس زي بعض، لكن الحقيقه هم قلنا مش سيميلر، ده في واحده فيهم اكبر من الثانيه، وبالتالي الشكل الحقيقي هو الشكل اللي قدامك ده. طيب انا بشوف لك الكتاب بالسداب فيرجن احدث، فانا عايز اشوف اذا كان عندهم نفس الحكايه دي ولا لا، احنا بقى نشوفه بعد كده مفيش مشكله. فاول ما تلاقي الرمز اكبر، الاثنين واصلين على نفس الموتور يبقى الاثنين ليهم نفس الباور. طالما الحجم هنا اكبر من الحجم هنا يبقى الفي ديسبليسمنت هنا اكبر من الفي ديسبليسمنت بتاع الثانيه، وبالتالي بما ان الفي ديسبليسمنت بتاع البامب دي اكبر من الفي ديسبليسمنت بتاع البامب دي، يبقى على طول الباور الفلوريت هنا اكبر من الفلوريت هنا، والباور العكس، يبقى دي هتبقى اللو بريشر عشان كده ظبطه على 500 بي اس اي، ودي الهاي بريشر ظبطه على 1500 بي اس اي. قلنا المره اللي فاتت المفروض كنت احط الريليف لدي 1500 بي اس اي وحط الريليف لدي 500 بي اس اي. الريليف معناه ايه؟ معناه البايلوت سيجنال تكون جاست اب ستريم اوف ذا فالف كده، لكن عشان الباور لوس في الريليف دي ما تبقاش عاليه استخدمنا الانلودنج فالف. الانلودنج الفرق الوحيد ان السيجنال دي راحت خدت من البرانش بتاع الهاي بريشر بامب. ازاي بيشتغل؟ A high-low system may consist of two pumps, one high-volume pump, the other a low-volume pump. The system is designed to give a work approach or return on the work cylinder. The total volume of both... High-low pump. High-low معناها high-pressure, low-pressure, أو high-flow-rate, low-pressure, أو high-flow-rate, low-pressure. من نفس كل ده بنا. High-low معناها بتاخد two functions, high low. في الأول وانت بتقرب للwork piece، هو قال لك وانت بتابروتش او وانت بتريتيرن، وانت بتابروتش السلندر او انا برجع بالسلندر بحتاج سرعه عاليه ومفيش اي لود، وبالتالي اللود اكيد اقل من 500 بي اس اي، فالتشيك فالف ده بيبقى اوبن، الفلو بتاع البومب الكبيره زي الفلو بتاع الهاي بريشر بومب الاثنين رايحين. طبعا لما نعمل الاكستنشن ستروك الوضع ده اللي هو احنا كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو التندم، تندم يعني ايه؟ سنتر بوزيشن ده الفلو بتاع التو بامبس رايحين عن طريق التندم للتانك.
وبالتالي الريليفز والانلودنج الاثنين مقفولين لان هنا مفيش اي ريزيستنس رايح على طول الى التانك. اول ما هحرك ده الفلويد الاثنين مع بعض هيروحوا يعملوا الفاست ابروتش بتاع السلندر. At this point, the system pressure increases, causing an unloading valve to open. The flow from the large volume pump is directed back to the tank at a minimal pressure. The total volume. انا عايزك تركز هنا دلوقتي، انا هشغل الاثنين مع بعض. The volume of both pumps is delivered to the work pressure until the load is contact. كده التو فلوز رايحين لغايه انتل يوصل الورك، هنا يبتدي البريشر يزيد، هيوصل ل 500 الاول. هنبص للسيجنال دي هتلاقي بتفتح الانلود فالف. اول ما لمسنا الضغط وصل ل 500 بي اس اي، الضغط على 500 بي اس اي، اي رقم ما بين ال 500 وال 1500، فتح سجه الانلودنج. وهو في الانيميشن هنا بوري لك اللون هنا بدل ما كان احمر بقى ايه؟ ازرق. ليه الالوان الازرق دي؟ لو بصيت هنا كده هتلاقي الازرق اكزوست فلو، يعني فلو رايح للتانك يعني بدون ضغط. الاحمر السيستم بريشر هو البريشر العالي، الجرين الانتيك اللي هو اللي بيسحب منه اللي هو اللون ده، والاورنج ده بايلوت سيجنال لسه او ريديوست سيجنال هناخده اللي هو البايلوت سيجنال اللي هو ده، ده اورنج. ماشي. The flow from the large volume pump is directed back to the tank at a minimal pressure. The small volume pump continues to deliver flow to the full pressure requirement of the work cycle. Both pumps run down to rapidly turn the cylinder. This application allows us. ساعة الريتيرن ما يبقاش فيه لود، الضغط بيقل عن ال 500 بي اس اي، اللود ده بيقفل وبتجمع الفلو ريت بتاع التو بامبس وبيعمل رابيد ريتيرن او ريتراكشن. رابيد ريتيرن ده مقفول لسه برجع. اول ما هوصل لنهايه المشوار الانلود يفتح والريليف كمان هيفتح. يعني انا عايزك برضو هي سريعه شويه بس عايزك تركز حتى في هنا رابيد ابروتش، تشيك فالف فاتح، الفلوريت راجع بيعمل رابيد ابروتش، اللود قافل والريليف قافل. اول ما هوصل نهايه المشوار خلاص ما بقاش في سكه الفلو يعدي فيها ولسه ما رجعتش على السنتر بوزيشن اللي هنا، هنلاقي الانلودنج هيقفل هيفتح الاول وبعدين الريليف كمان هيفتح. This application allows less input horsepower for speed and force requirements. تاني rapid approach pressing او بزاوية الانلود فتح في نهاية المشوار الريليف فتح return rapid return الاثنين بيرجعوا مع بعض وبعدين بقفل وبعدين ده النورمال بوزيشن. اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ طيب. خدنا كمان الريديوسينج، تعالى نشوف بالمره الريديوسينج. احنا اتفقنا الريديوسينج ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه لو عندي تو برانش من سيركتس واحد فيهم محتاج ضغط اقل من الثاني، فبحط الريديوس عشان يقلل الضغط للقيمه اللي انا محتاجها. A pressure reducing valve is a manual open pressure control valve used to limit pressure in one or more of the hydraulic circuits. في اي حاجة لفت نظرك هنا في الرمز مش موجودة حتى عندك في الورق؟ ها؟ الخط المنقط ده والتانك. ماشي؟ خليك فاكر ان ده الشكل الصحيح لان ده احد الفروق الجوهرية ما بين البريشر كنترولز وبعضها، وخليك فاكر ده عشان هنشرحه في الكونستراكشن. ماشي؟ واحنا بنشرح الكونستراكشن هنشرح الحتة دي. ماشي؟ حتى الرمز اللي عندك في الكتاب ده موجود فيه صح برضو بس السيجنال قلنا غلط. Reduced pressure results in reduced force being generated. A pressure reducing valve is the only pressure control valve that is normally open.
هو البريشر كنترول فالف الوحيد اللي نورمالي اوبن، يعني الخمسه التانيين نورمالي كلوزد. السنسنج بتاعنا داون ستريم سكندري بورت او داون ستريم بورت نورمالي اوبن، دايما في بالانس ما بين السبرينج وما بين الداون ستريم بريشر اللي بسنسه انا فوقهم. دايره هنشوف الدايره دي هتشتغل ازاي. الدايره دي بتشتغل عندك تو سيلندرز اي وبي، واحده فيهم محتاجه بريشر اقل من التاني وانا عايز احرك الاثنين مع بعض خلاص، فحطيت هنا ريديوسنج مظبوط على ضغط 1500 بي اس اي، اللي فوق دي محتاجه ضغط اعلى من كده 3000 بي اس اي. ال 3000 بي اس اي هيخشوا على السلندر الاولانيه اللي ايه من غير مشاكل، لما يجي يخشوا على السلندر الثانيه هيرديوس البريشر من 3000 الى 1500. You will allow flow to go to the cylinder until pressure reaches the setting of the valve. خلي بالك الاثنين بيتحركوا مع بعض، الضغط هنا 1500 بي اس اي، الضغط هنا 1500 بي اس اي. الدروب ده حاصل فين؟ حاصل في البريشر ريديوسنج فالف. As fluid goes to the tank through the valve drain passage, pressure is exerted to the tail and the valve will burn open. The result is a reduced modulated pressure equal to the setting of the valve. حد مش فاهم حاجة؟ أجريها تاني؟ حد يرد عليا؟ خلاص ماشي. انت دلوقتي اي خنق بتعمله اتفقنا هيعمل دروب في البريشر ماشي، يعني عندي بايب لاين في اورفيس في النص، لو قست الضغط قبل والضغط بعد هتلاقي الضغط بقى قبل اكبر من الضغط بعد ماشي. اللي بيتحكم بقى في الضغط هنشوف النهارده شويه قوانين، الفتحه كل ما بخلو الفتحه كل ما البريشر دروب بيكون، كل ما صغر الفتحه كل ما البريشر دروب بيكون اعلى ماشي. بص هو انت معاك حق انك تتخض من ال 3000 ل 1500 كتير، لكن مش شرط يكون الرينج كبير كده. يمكن في اول محاضره قلت لك الفلويد باور الميزه انك سهوله الكنترول، الصعوبه ان الافشنسي بتاعتها بتبقى قليله نتيجه الكنترولز اللي انت كتيره اللي انت بتحطها عشان تكنترول الفلو ماشي. الحاجه الثانيه بتعملها دايره مستقله، دايره سيبريت، تجيب لها بامب سيبريت وات ايفر. في حاجات ثانيه، في اكيميليتور، في انتنسفير، هنشوف بعض الحاجات واحنا شغالين. لكن الريديوسنج بيستخدم طبعا وليه وظيفه، ان هو ميزته انه اوتوماتيك كنترول. يعني ايه اوتوماتيك كنترول؟ يعني ايا كان قيمه الضغط اللي طالعه انت ظابط الضغط اللي طالع منه ايا كان قيمه الضغط اللي داخل. طيب نرجع تاني بقى للبرزنتيشن. احنا هنا كنا اتكلمنا على الريف تمام، قلنا ان السهم ده الرمز ده ده ادجستبل المفروض، وشرحنا الرمز وده الريديوسنج وشرحنا الفرق ما بينهم، واتكلمنا على الانلودنج اللي شفنا الفانكشن بتاعته. الكنترول فالف البريشر كنترول فالف الرابع اللي هناخده هو السيكونس فالف. ايه هو السيكونس فالف؟ السيكونس فالف باين من الاسم بتاعه، كلمه سيكونس معناها ايه؟ ها؟ ترتيب معين. يبقى انت عايز تحرك حاجه
وراها حاجة تانية. ناخد مثال، لو لنفرض ان انا عايز دي ورك بيس وانا عايز اطبع حاجة او اعمل دريلينج اسقب حاجة، كويس؟ فالجوب بتحصل ازاي؟ لازم الورك بيس تيجي، لازم اكلامب الورك بيس الاول كويس، وبعدين ابتدي اعمل الدريل او البرس. خلاص، هل ينفع اعمل الدريل قبل ما اكون عملت كلامبنج مظبوط؟ يبقى هنا في سيكونس، سلندر مسؤوله عن عمليه الكلامبنج وسلندر اخرى مسؤوله عن عمليه الدريلنج او البيتنج او البرينتنج وات ايفر حسب الابلكيشن. فادي التو سلندرز اهم، دي كلامب سلندر ودي دريل سلندر. لو سالتك التو سلندرز دول واصلين بارلل ولا سيريس؟ بارلل، الفلو جاي اهو بيتقسم ليه التو سلندرز بارل. يبقى لو الاخ ده مش موجود، هو الاخ ده ايه الرمز؟ لو انا حطيت لك الرمز ده كده وسكت، كنت هتقول لي ايه؟ لو انا جبت لك في الامتحان رمز كده، مش ده بالظبط اخو مبدئيا يعني اخو ده؟ الحقيقه هو مش اخوه، في فروق هنتكلم عليها بالتفصيل شويه. فده بريشر كنترول فالف، وضعه في الدايره في المنظر ده خلاه سيكونس فالف مش ريليف فالف. يعني ايه الفرق بين ده وده؟ ده ايه ده؟ ده ريليف فالف وده ايه؟ سيكونس. ايه الفروق؟ ده رايح للتانك وده رايح للسلندر. في فرق تاني مهم قوي كنا اتكلمنا عليه من شويه، الخبط المنقط اللي رايح للتانك هنا ده اللي جاي منين؟ من ناحيه السبرينج. ده بنسميه درين لاين، برضو هناك كان اسمه درين لاين، هنا مفيش درين لاين. ماشي، ليه؟ هنعرف لما نتكلم في الكلام ده. او خلينا اقول لك وبعدين لما نشرحها. الدرين معناه ايه؟ معناه في اكوموليشن للاويل بيتجمع في مكان ما وانت بتعمل له درين. درين يعني درين يعني ايه؟ حد فايز او تصريف او بصرف الحاجه اللي اتجمعت. خلاص، الريليف بما انه رايح للتانك مباشره مش محتاج اعمل له سيبريت درين، مش محتاج اعمل له خط سيبريت يروح للتانك، لان هو اساسي ايه؟ الدرين بتاعنا هيروح انترنالي رايح للتانك. لكن اي فالف هيروح لسيستم لازم تعمل له سيبريت درين، خرطوم طالع لوحده رفيع كده رايح يعمل درين للتانك. طيب اقول تاني، ما انا قلت دي هنشوفها في الكونستراكشن، لكن خليني اقول لك الفرق الرئيسي. ليه بنعمل درين اصلا؟ طيب ليه بنعمل درين اصلا؟ دي هنشوفها لما نشوف الكونستراكشن بتاع الفالف، لما نشوف جوه الفالف هنشوف بنعمل درين لانه نقطه. طيب بنعمل درين لمنطقه معينه، خلاص. لكن هتتغاضى عندي شويه لغايه لما اقول لك الكونستراكشن. لكن احنا دلوقتي قلنا امننا كده ان احنا لازم نعمل درين. قدامك طريقتين، يا اما انترنال درين يعني مع اللي خارج ارميه على طول، يا اما اكسترنال يعني خرطوم رايح لوحده. لو الفالف بتاعك رايح للتانك باكيد انترنال، مفيش اي معنى ناخد خرطوم لوحده، هو رايح للتانك حرمي مع اللي رايح. لو اللي خارج رايح اي حته تانية يبقى لازم اعمل اكسترنال درين. خلاص، طيب ماشي. سيكونس معناه ايه؟ معناه عايز اعمل الكلامب الاول وبعدين الدريل بعد كده. يعني عايز الفلو لما يجي يخش، لو جبت كروس بوزيشن هنا هجيب الفلو من البومب كروس يجي هنا يوصل لعمليه الكلامب. لازم هيعمل الكلامب، المفروض سكه الدريل تكون مقفوله، سكه الدريل لازم تكون مقفوله، سكه الدريل اهي مقفوله، مقفوله بالفالف ده بس، وطبعا من الناحيه الثانيه برده مقفوله تشيك فالف ده في السكه، وبالتالي هيعمل الكلامب الاول. بعد ما يخلص عمليه الكلامب يبتدي الضغط يحصل ايه؟ يزيد. هيزيد لغايه فين بقى؟ لغايه لما يوصل السيتنج بتاع السيكونس. اول ما يوصل السيتنج بتاع السيكونس يحصل ايه؟ السهم ده يجي يفتح يبتدي يعمل عمليه ايه؟ الدريل. في سيكونس فالف هنا وفي سيكونس فالف موجود ايه؟ تاني الناحيه الثانيه. التاني ده فايدته ايه؟ وانت بترجع لازم ارجع الدريل الاول وبعدين افك الكلامب. فبرضه وانت راجع الريتيرن اهو هيخش على الدريل الاول، اما يخلص الدريل يرجعه يبتدي يفتح السيكونس بتاع الرجوع ده ويعدي الفلو في عمليه الكلامب. اتفضل. صح، يعني ما الريليف هيفتح السك مظبوط، ما انا قلت لك الرمز ده هو الرمز ده ما عدا ايه الفرق؟ الدرين. الله ينور عليك. فممكن يبقى عندي حاجه اسمها بريشر كنترول فالف اقدر استخدمه اي نوع من الانواع دي، وممكن يبقى عندي جايبه ريليف اصلا هو انترنال درين، يبقى لو حطيته هنا مش هيعمل البرفورمانس بتاعه صح، وهنعرف ليه. اتفضل.
بعد ما الكلامب وصل للاخر هنا يعني. انا وفالف لا بعد ما الدريل وصل. انت قصدك وانا رايح ولا وانا راجع؟ ماشي. في الاكستنشن كلامب بعيد اهو، بمسك عمال امسك، مسكت انا دلوقتي ماسك خلاص مفيش حركه، يبقى البريشر يبتدي يعلى. البريشر يعلى يبتدي ايه؟ السيكونس يفتح. ما في السلندر وصلت لنهايه المشوار اهي، مش قادر يعمل اكتر من كده. السلندر ماسك بالظبط. حلو قوي بقى اللي انت قلته ده. ممكن بقى تبع ان الضغط زاد يبقى كمان الضغط بيزيد كمان فوق، يبقى الكلامب ده لو مش معمول حسابه الضغط اللي زاد ده ممكن يكسر الورك بيس. ففي الحاله دي لازم احط ايه بقى؟ ها؟ ريليف. حد عنده ها؟ انلودنج. ما فضلش غيره اصلي صراحه، هو الريديوسنج فالف فعلا. انت دلوقتي عايز هنا ما يزيدش الضغط عن 30 بار، وانت والدريل محتاجه 60 بار. فانا مش عايز الضغط يزيد عن 30، فبحط ريديوسنج عشان ما امسكش باكتر من 30 بار، وهنشوف الكلام ده لما نحطهم الاثنين مع بعض، بس لما نركبهم الاثنين مع بعض هنشوفها برضو ان شاء الله. ماشي؟ طيب لو الكلام ده اوكي، نعم. لا ماشي الكلامب حجمها متغير. لو حاجه حجمها متغير مش اللود اللي هيتغير، الستروك اللي هيتغير. بمسك كده او بمسك كده ماشي، فاللود ملوش علاقه بالحجم. اللود ليه علاقه انت ماسك محتاج بريشر قد ايه عشان ده ما يتحركش ماشي، وعشان ما يتكسرش. يعني مش عايزه بريشر اقل بحيث ان ده يتحرك، ما هو بريشر اضغط هو مش هيتحرك، ومش عايزه يبقى عالي بحيث ما يتكسرش ماشي. لكن المسافه اللي بيمسكها دي ليها علاقه بالستروك، هيتحرك كده او هيتحرك كده ماشي. واحد رايح واحد راجع، واحد في الاكستنشن ستروك ده هيخلي لك تكلامب الاول وبعدين تفتح تعمل دريل، وانت بترجع هتترجع الدريل الاول وبعدين تفتح ترجع الكلامب. واحد بيعتمد على الاخر بيزد اون بريشر. عمليه السيكونس ده احنا هنا عملناها بالبريشر. كنت متخيل حد منكم يقول لي ممكن نعملها بسيجنال الكتريكال، ممكن الكتريكال، ممكن بالبوزيشن اوصل لمكان معين، ممكن بالتايم، ممكن اعملها بالتايم. في حاجات كتير لو احنا بنتكلم على الالكترو هيدروليك هنخش كمان ممكن السيكونس ده بيتم بحاجات مختلفه. ممكن عشان تميك شور انه هيحصل اعمل حاجتين، تايم مثلا وبوزيشن، او بوزيشن وبريشر، بحيث ما يتحركش الا لما يوصل الاولاني لمكان معين وكمان الضغط يوصل لمكان معين، فتبقى ضامن عمليه السيكونس تم ادق. لكن اللي احنا هنا بنوريه بيزد عن بريشر. هيبتدي يعمل كلامب. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ كلامب اكيد البريشر اقل من 500 خلاص، وبالتالي السكه دي مقفوله ماشي. خلصت الكلامب، الضغط ابتدى يعلى، ابتدى ايه؟
السيكونس يفتح يبتدي يعمل الدريل. اول ما وصل الدريل سلندر في النهاية خلاص ما فيش حركة تاني، يبتدي بقى الضغط يعلى لغاية لما الريليف ايه يفتح. يبقى لازم السيتنج بتاع الريليف ده يكون اعلى من السيتنج بتاع السيكونس اكيد، ماشي. انا كنت اتوقع بقى حد منكم يسألني وانا بوريك البرزنتيشن دي ايه فايدة التشيك فالف ده، او فايدة التشيك فالف ده في الريتيرن والفلو اللي هو بيرجع، الفلو اللي بيهرب هيهرب من خلاله لانه مش هيقدر يعدي من السيكونس، اكيد بيعدي من الباي باس تشيك فالف. احنا قلنا تشيك فالف ده بيستخدم كباي باس تشيك فالف عشان تفهمها اكتر، هنشوفها في الموفي. بيرجع اهو، واضح انه رجع. اجيبها تاني. هو بيرجع، بيرجع منين؟ من التشيك فالف. نعم، هنا هنا مش مهتم، على حسب الابلكيشن. انا ممكن الابلكيشن بتاعي مجرد ما عملت الدريل انا اي دونت كير، ده يرجع وده يرجع في نفس الوقت على حسب الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. لو انا بالنسبه لي هيبقى في الابلكيشن مهم ارجع واحد قبل الثاني، يبقى لازم احط سيكونس تاني. لو ما تفرقش معايا بحط واحد بس، لان احنا اتفقنا اي حاجه هتحطها ملهاش لازمه تعمل بريشر دروب على طول، ماشي، تعمل باور لوس، تعمل فيشنسي تقل، هيت جنريشن احتاج ابرد. عشان كده ما بنحطش الا لو حاجه ضروريه جدا نحطها. This will ensure that the player will not extend the game for each 500 PSI. Notice that once the drill cylinder has extended, pressure will continue to rise to the system release rate of 1500 PSI. Extension, the clamp الأول. بفتح، وصلت، بريشر يعلى، السيكونس يفتح، بعمل دريل، وصلت في نهايه المشوار الريليف هيفتح. غيرت البوزيشن، عايز اعمل رجوع، برجع الاثنين مع بعض، بيرجع عن طريق الباي باس تشيك فالف، في نهايه المشوار برضو الريليف بيفتح. اي سؤال في الكلام ده؟ طيب، هي احنا فاضل لنا الكاونتر بالانس فالف، وده هاجله عشان اخد الفلو كنترول فالف، ها؟ والبريك، والاثنين هاجلهم لما اتكلم فيهم شويه على الاوبريشنال. وانا بشرح الكونستراكشن هبشرح لك الفانكشن بقى بتاعت، لان ده هنحتاج الكاونتر بالانس بالذات، ويمكن البريك هيحتاج نشوف الكونستراكشن عشان نعرف ازاي ده بيكاونتر الويت، بيعاكس الوزن، وكذلك البريك ازاي بيفارم، لازم نشوف الكونستراكشن من جوه. فهنخش على النوع الثالث، ولو احنا خلصنا الكلام ده يبقى انت اي دايره سيمبل مفيش مشكله خالص انك تقراها. خلاص، الفلو كنترول فالف. الفلو كنترول فالف باين من الاسم هو التحكم في كميه الفلو، التحكم في كميه الفلو. ازاي بقى بنقدر نتحكم في كميه الفلو؟ الحنفيه اللي في البيت دي بتقدر تتحكم فيها في كميه الفلو ازاي؟ انك مجرد ما بتخنق الفلو اورفيس يبتدي ايه؟ يقل، صح؟ طيب هنا العمليه مش بالبساطه دي، يعني كنت اتمنى العمليه تكون بالبساطه دي، لكن للاسف هي مش بالبساطه دي. ليه مش بالبساطه دي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي.
نعم ماشي حاضر. ايه الفلو كنترول بقى عبارة عن ايه؟ الفلو كنترول عبارة عن اوريفيس. ايه اللي بيحصل بقى لما تحط اوريفيس؟ لو عندي اوريفيس كده فلاين ايا كان اللاين وبقيس البريشر هنا هنسميه P1 ونقيس البريشر هنا P2 والفلوريت Q. ماشي؟ ايه المعادلة اللي بتحكم الكلام ده؟ ايه المعادلة اللي بتحكم ال P1 و P2 وال Q؟ الفلو طبعا بيعمل شكل بالمنظر كده. المعادلة اللي بتحكم هي معادلة البريشر دروب اللي انت خدتها قبل كده. كنت خدت معادلة ان في بريشر دروب اكروس الاورفيس وخدت معادلة الاورفيس لو تفتكر كانت Q بتساوي C كنا بنسميها CD في اريا سميناها اريا اوريفيس اياميها زائد في جذر 2 جي اتش. مش خدت المعادله دي قبل كده؟ يبقى الكيو هتساوي سي كونستانت ايا كان اريا اللي هي الاريا بتاعت الفالف. انا بتكلم بقى هير جنرال مش اوريفيس. اي فالف هيبقى عنده نفس الكلام. جذر 2 جي اتش دي بقى اتش دي اللي هي ايه؟ بريشر ديفرنس بريشر هيد ديفرنس ما بين ده وده. يبقى الاتش دي كانت عباره عن P1 ماينس P2 على جاما او روجي. مظبوط. لو انا طبقت الكلام ده هنا هلاقي ايه بقى؟ 2 دلتا بي على رو. مظبوط كده. والرو دي عباره عن ايه؟ مش الرو دي عباره عن سبيسيفيك جرافيتي الووتر. مظبوط. يبقى اقدر اقول الكيو بتساوي سي اي جذر 2 دلتا بي على الووتر في سبيسيفيك جرافيتي. في مشكله في الكلام ده؟ ماشي. الاثنين والدلتا رو ووتر كل دول كونستانت هيطلعوا بره كونستانت. وعلى سبيل المثال المعادله اللي مكتوبه في الكتاب هسيب لك الكونستانت ده 38.1 في سي في اي جذر دلتا بي على اس جي. اي دونت كير بالرقم الكونستانت يعني رقم الكونستانت ايا كان هيبقى موجود. بس طالما حطينا رقم كونستانت زي محطوط في الكتاب كده يبقى لازم اليونتس تكون معروفه اللي بتستخدم بيها الكيو وال السي دي. نفس المعادله دي ممكن تلاقيه كاتبها لك برضه في الكتاب بتساوي 0.00851 سي في اي جذر دلتا بي على اس جي. ايه اللي خلى المعادله اللي فوق غير المعادله اللي تحت؟ اليونتس. مجرد انت بتستخدم انه ايه؟ يونتس. فالمعادله انت بتحسبها بيزد على اليونتس اللي احنا ايه؟ بنستعمله. ماشي؟ دي يونتس دي ليها يونتس ثانيه، يعني هو الثانيه دي متريك يونتس والاولانيه دي كانت بريتش يونتس. في متريك يونتس في بريتش يونتس، متريك يونتس وبريتش يونتس على حسب اليونتس. يعني مثلا على سبيل المثال هنا كيوب الجالون بير مينيت، هنا كيو بالليتر بير مينت. على سبيل المثال الاخر البي هنا بالبي اس اي، البريشر هنا بالكيلو باسكال. ماشي. بغض النظر على الكونستانت بغض النظر على المعادله، يعني انا لو انا هدي لك معادله لازم اقول لك انه يونتس بتستخدمها يعني. لكن انا عايز بقى الفانكشن بتاع الكلام ده، ازاي المعادله دي تقدر تتحكم في كميه التصرف؟ ازاي هذه المعادله تقدر تتحكم في كميه التصرف؟ ايه اللي انا بغيره بقى؟ انا بغير الاريا. بالظبط. كونستانت سي ده طبعا ثابت، يبقى سيادتك بتغير ايه؟ الاريا. كل ما قلل الاريا كل ما كيو المفروض ايه؟
ده اللي موجود عندنا في البيت. كل ما بتغير الاريا كل ما الكيو عماله ايه تقل. خلاص الكلام ده صح بالنسبه للبيت. ليه؟ لان الدلتا بي ثابته. يعني البيت مثلا عندي مثال، لو انت بتسحب من تانك فوق السطح وعندك بايب وطبعا بتفتح الحنفيه بترمي على اتموسفيرك، صح؟ يبقى الدلتا بي ثابته، بسحب من ليفل معين سواء كان من التانك او من النتورك بتاعتنا برضو ليها ضغط ثابت وبرمي في الاتموسفيرك. يبقى هنا الدلتا بي ثابته، السيف جرافيتي اكيد ثابته، السي بتاعت الثابت، كل ما تغير الاريا بتتغير مباشره ايه الكيو. في مشكله في الكلام ده؟ ده بالنسبه لايه؟ للبيت. للبيت معناها بسحب من تانك، او نفس الكلام ينطبق لو انا بسحب من سنتريفيجال بامب. وانت بتسحب من سنتريفيجال بامب خدت في الفلويد ماشينري ازاي التقليق الفالف لما يتغير بيغير ايه عشان تغير قيمه الكيو. عندنا احنا بقى القصه مش كده، عندنا القصة مش كده. ليه؟ لانك انت ما بتسحبش من تانك ولا بتسحب من اما انت بتسحب منين؟ بوزيتيف ديسبليسمنت بامب. يعني ايه بتسحب من بوزيتيف ديسبليسمنت بامب؟ يعني عندك على سبيل المثال برضو ادي الدايرة بتاعتك ممكن تبقى كده، وده الرمز اللي احنا هنقوله بعد شوية ان ده فلو كنترول، وبرمي بقى الحتة ما. خلاص؟ زي مثلا بحرك سلندر بيه، مثال بسيط جدا اهو، بحرك سلندر ماشي. عشان انت الكلام ده هتبتدي تاخده في المسائل على فكره بالتفصيل ابتداء من السكشن اللي جاي واللي وراه. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ سيادتك بتقفل هنا، بتقفل هنا. المعادله هي هي على فكره، المعادله هي هي، الاريا هتزيد الكيو هتزيد. مفروض المعادله بتقول ايه؟ كيو بتساوي، هكتب لك المعادله اللي احنا هنستخدمها. اللي قبلها كان في ايه؟ كان مضروب السي في الايه؟ في كونستانت. كل الفيلم ده هنسميه سي في، اللي هو ايه؟ كله كونستانت مضروب في السي بتاعت الاورفيس كونستانت برضو في الاريا. يبقى لما هغير الاريا ايه اللي هيتغير هنا؟ السي في. وبقيت المعادله جذر دلتا بي على رو، ماشي؟ دلتا بي سوري على اس جي، ماشي؟ الكلام ده موجود زي ما قلت لك موجود عندك في صفحه 287 في الكتاب. احنا اتفقنا ان الكتاب قدامك حل من اثنين، اما انك انت بتكتب ورايا او انت بتشتري الكتاب. وانا نصحتك نصيحه وليس اجبار، ان الكتاب ده لو الماده بالنسبه لك مهمه وهتستخدمها بعد كده فالكتاب ده من الكتب السلسه جدا والسيمبل جدا اللي هتقراها هتلاقي نفسك بتعرف تفهمه، الانجليزي بتاعه سلس. خلاص المعادله دي لو هي موجوده في الكتاب معادله 8-2 كاتب لك اليونتس بتاعت الكيو، كيو بالجالون بير مينت او ليتر بير مينت، السي في كاباسيتي كنترول، يعني خلينا نكتب حتى واحده منهم على الاقل، كيو بالليتر بير مينت، دلتا بي بالكيلو باسكال، ماشي؟ مين يقدر يقول لي وحدات السي في هتبقى ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي وحداته ايه؟ ملوش وحدات، يبقى وحدات السي في هتبقى ايه؟ ليتر بير مينت. وبنسيبها كده وبنسيبها زي ما هي، ما بنختصرش حاجه، ليتر بير مينت. عشان ليه؟ لان هي عارفين السي في دي كيو على جذر دلتا بي او جذر بي. يعني هي بمعنى ايه كيو دي؟ لو انا حبيت اقولها كميه الفلو اللي هتعدي من الفالف لما يكون البريشر ديفرنس قبل وبعد الفالف قيمته قد ايه. خلاص لو السي في ده احنا عارفينه فانكشن في ايه؟ في الاريا. فكل ما هتزود الاريا كل ما السي في هيعلى، والسبيسيفيك جرافيتي اس سي اس جي هو السبيسيفيك جرافيتي. خلاص طيب تعالى احنا كده فهمنا الايكويشنز اللي هنستخدمها في الحل. تعالى نشوف بقى لما اغير سي في ايه اللي هيحصل. انا اغير سي في، اول حاجه سيادتك عارفها على البوزيتيف ديسبليسمنت بامب ان بتطلع ايه؟ كيو ايه؟ كونستانت. وهي دي المشكله، دي المشكله الرئيسيه. لما يكون الديسبليسمنت فوليوم كونستانت الكيو هتبقى كونستانت، صح؟ ايه تاني عارفه للدايره؟ لو عندي لود على السلندر ده ايا كان اللود دبليو مثلا، يبقى البريشر عند النقطه دي هيساوي ايه؟ اللي هو بي 2 في المثال اللي قدامنا ده
دبليو على الاريا بتاعت السلندر صح؟ مظبوط؟ ده ثابت ولا متغير؟ ده برضو ثابت. ده اللود انت اللود اللي انت رايح له ثابت مش هتتحكم فيه ماشي. فاللود هنفترض ان انا بحل دلوقتي عشان اقرب الصوره بس ان ممكن اللود يكون متغير طبعا، لكن انا بقرب لك ان المثال اللي انا بشرحه ده اللود عندي ايه؟ ثابت. حلو كده؟ طب تعالى نكتب ده المعادله كيو تاني، هكتبها تاني زي بعض مفيش ما يمنع، سي في جذر دلتا بي على اس جي. انت عايز تقلل كميه التصرف صح؟ فبتعمل ايه في الاريا؟ بتقللها. السي في هيحصل له ايه؟ هيقل. انت عايز تعمل ايه؟ كيو اقل. المشكله ان الكيو اللي جايه من البامب قيمتها ايه؟ ثابته. لو كيو ثابته وسيادتك قللت السي في ايه اللي هيحصل للبريشر؟ دلتا بي هيحصل له ايه؟ هيزيد. والدلتا بي هو عباره عن ايه؟ بي 1 ماينس بي 2. بي 2 كونستانت، يبقى هيحصل ايه في بي 1؟ يبقى سيادتك حطيت فلو كنترول فالف عشان تتحكم في الفلوريت، نتج عنه ان الفلوريت فضل زي ما هو ثابت. ليه؟ عشان الكيوب طالعه ثابته والضغط بي 1 اللي هو ما بين البامب وما بين الفلو كنترول زيت. يبقى انا كده اتحكمت في الفلو؟ لا. طيب امال ازاي بقى بيحصل؟ البي 1 ده هيفضل يفتح كده الى ما لا نهايه؟ يفضل البي 1 يعني انا عمال اقفل، انا بقفل فين؟ فلو كنترول فالف. البي 1 ده هيفضل يعلى كده الى ما لا نهايه؟ يوصل ليه؟ الريليف. يبقى قطعا في الدايره دي هنا في ايه؟ ريليف. نرسم اي ريليف كده في الحته المزنوقه دي. وخلي بالك وانا برسم الرمز بلاحظ السهم مقفول بفعل السبرينج، ناخد بالي من دوتد وكل حاجه عشان ما تمسكش عليا غلطه، عشان انا همسك عليه غلطات وانت بترسم. ايه اللي هيحصل بقى؟ هتيجي عند لحظه لما اوصل لسيتنج الريليف وليكن 100 بار مثلا، اول ما يوصل البي 1 ده ال 100 بار يبتدي الريليف ده يحصل ايه؟ يفتح. اول ما يبتدي الريليف يفتح الفلو بقى عنده كام سكه دلوقتي؟ سكتين، سكه يروح على الريف وسكه يروح يعمل ايه؟ يعمل اللود. يبقى لو كان طالع 10 لتر بير مينت جزء منه هيروح للريف وجزء هيروح لايه؟ اللود. يبقى انت كده قللت كميه الفلوريت اللي رايحه لايه؟ للود. واضحه فكره العمل؟ نعم. لا ليه اسهل له؟ ده هو عشان يفتح الريليف وصل لضغط 100 بار. فهو ريليف. وبعدين هل لما وصلت 100 بار ده اللي احنا لسه ما خدناهوش هناخده برضه يوم الاحد، هل اول ما وصلت الريف بار، هل الريف فالف ده اول ما بتوصل ل 100 بار بيروح فاتح؟ خدتوه في المعمل مش خدته الريف في المعمل؟ ووريهولك بعينك، وريلك ايه؟ انك انت لما اول ما هتوصل للكراك بريشر يبتدي يكراك، وبعد كده لازم يعلي الضغط شويه كمان عشان يزق السبرنج شويه كمان. يبقى الريليف ما عندوش ضغط واحد هيفتح عنه وضغط واحد يقفل عليه، ده 100 بار ده كراك يبتدي يفتح. كراك يبتدي يفتح، بعد كده يبتدي الضغط يعلى، كل ما الضغط يعلى الفتحه بتكبر، كل ما الضغط يعلى الفتحه بتكبر، لغايه لما يوصل ل 110 بار الفتحه تبقى مفتوحه ايه؟ على الاخر. لو وصلت لل 110 بار اللي هي الفتحه المفتوحه على الاخر، معناها ان الفلو كله بتاع الترومبه هو اللي رايح، مفيش حاجه رايحه لايه؟ للسلندر. يبقى لو الضغط 99 بار الريف ده مقفول وكل الفلو رايح لايه؟ للسلندر. لو الضغط 100 بار اللي هو الكراكنج بريشر، جزء بسيط رايح للريليف واغلب الفلو لا يزال رايح لايه؟ للسلندر. لو الضغط 105 بقى يبقى الريليف فتح ايه؟ جزئيا. يبقى جزء هيعدي من الريليف والجزء الاخر رايح لايه؟ لو قفلت الفلو كنترول قفله كمان، الضغط وصل 108 الريليف يفتح لك فتحه اكبر، يعدي كميه اكبر والكميه الاقل تروح للسلندر. قفلت اكتر بقى وما خدتش بالك عشان تتحكم، وصلت لل 110 الريليف فتح خالص، خد كل الفلو ومفيش حاجه رايحه للسلندر. واضح؟ واضحه الفكره يا جماعه ولا مش واضحه؟ طب نعم؟ الكيو اللي طالعه من البامب ثابته، انت ما غيرتش كيو اللي طالعه من البامب.
انا ما يهمنيش الكيلو جرام تمام، انا عايز السلندر دي ليه، ليه بتحكم في الفلو؟ سؤال وجيه صراحه، ليه بتحكم في الفلو؟ عشان عايز اتحكم في سرعه السلندر. يبقى انت بتهمك الكيو اللي رايحه ليه؟ للسلندر. السلندر كان داخل لها 10 لتر بير مينت، تتحرك بسرعه 5 متر بير سكند، انا عايز السرعه دي تبقى 2.5، يبقى لازم اللي يخش ما يبقاش 10، يبقى 5 لتر بير مينت. طب هي البامب بتطلع 5 10، انا عايز 5 منهم بس، وهي هتطلع لك العشر، هتطلع لك العشر، يبقى تعمل ايه في الخمسه التانيين؟ ترميهم. السكه الوحيده اللي ارميهم فيها على التانك، برميهم يعني لازم ارميهم للتانك، هو ان الريليف يفتح. لا انت عندك كيو رينجز من اول زيرو لغايه العشر، ليه؟ لان فتحه الريليف دي متغيره مش ثابته. فتحه الريليف دي ليها علاقه بقيمه الضغط. لو الضغط 100 لسه بيفتح، لو الضغط 110 فتح بالكامل، ان بتوين بيفتح فتحه جزئيه. يبقى اكشوالي الفلو كنترول ده بيظبط ايه؟ اكشوالي بيظبط البريشر اب ستريم من الفلو كنترول او البريشر بتاع الريليف. كل ما بيتقفله اكتر كل ما يزود البريشر، كل ما الريليف يفتح فتحه اكبر. يبقى انت بتعمل حاجتين، بتقفل الفتحه اللي هنا وبتفتح الفتحه اللي هنا، فيبقى الفلو بقى كان ماشي 10 هنا كلهم، قفلت ده شويه وفتحت شويه بقى ماشي 8 و2 وهكذا. اقول تاني؟ طيب الكلام ده هيوضح لك. عندنا 8.4 و8.5 و8.6 دول هنشرحهم لك في السكاشن زي المسائل اللي موجوده عندك في نهايه الشابتر. في السكاشن هيقولوا لك هناخدوا انهي مسائل، لكن انت لو عايز تبص على الايكويشن هتلاقي والله الباشمهندس بيفكر صح 100%، والحقيقه ده اوبشن موجود. قال لك ايه؟ شيل ده خالص اهي، بس هنشوفها دلوقتي حالا الحقيقه كده، واخد باي باس راجع للتانك. لو انا وقفت لغايه كده الفلو كله هيروح للتانك، هقفل بقى السكه دي الفلو كنترول واتحكم في ما يسمى البليد اوف فلو. يعني فلو 10 طالعين هبليد اوف منهم 5، هسحب منهم 5 واسيب 5. صحيح ده موجود وده موجود، بس اللي فوق مور اكريت، الدقه بتاعته اعلى، وهنشوف الاختلافات دي وليه هنشوف، هنشوفها دلوقتي. ما عشان كده انا ما بسهلهالوش،
الفلو هيمشي في السكه السهله، فانا ما بسهلهالوش بصعبها له. بصعبها له ازاي؟ بالفلو كنترول ده. هو هيمشي عادي البحر وبورسعيد في سكه اسهل من السكه ولا لا؟ قول لي اه ولا لا. اه هل كل العربيات مشت في البحر ومفيش حاجه مشت في بورسعيد؟ بيتقسم بيزد على الصعوبه. واحد بيفكر لا ده بورسعيد عربيات ماشيه فيها اقل فانا هبقى اسرع فيه، فهو الفلو عمره ما هيروح في سكه كومبليتلي في سكه والتانيه زيرو. ده هو هيتقسم بيزد عن الاسهل بقى او الصعوبه اللي احنا بنتكلم البريشر دروب اللي هيحصل. لازم البريشر دروب اللي هيحصل يكون قد البريشر دروب اللي هيحصل. لو السكه دي فتحت اكتر هينزل هنا اكتر، لو السكه دي اتفتحت اكتر هينزل هنا اكتر. فهو بيتقسم بيزد على قيمه البريشر، عشان كده احنا فوق بنلعب في البريشر. في جميع الاحوال ليه؟ ده بالعكس، ده دي اللي عليت البريشر، دي اللي عليت البريشر جامد. دي كان محتاج 20 بار اضطريت توصل لل 100 بار عشان توصل للسيتنج بتاع الريليف، وده عيب. ده عيب خطير كمان، انك انت اضطريت تعلى لاقصى ضغط من الدايره، يعني اكثر باور من الدايره، وحقيقه انت ما بتستغلكش كل الباور دي، بتستهلك اقل منها بكتير. دي ميزتها انك ما جيتش جنب البريشر خالص، البريشر اللي طالع من البامب هو البريشر اللي بيزق السلندر. هو 20 بار هم ال 20 بار، بس بتحكم في الفتحه دي. ايوه انا بس انت في الوصف هيوصل لحاله، هيبقى كل الفوليوم هيطلع من ال صح صح، فالبريشر هيعلى عن ال 20 بس اقصى قيمه هيوصل لها ايه؟ 100 الريليف برضه، فانت اقصى حاجه هتوصل لها الريليف. فهي هي ماشي، بس هي دي كباور ارخص من دي كرانينج باور، لكن دي مور اكيوريت اكيد. ماشي طيب تعال نشوف بقى ايه ده. ادجستبل فلو كنترول فالف، ادجستبل تقدر تظبطه. ايه اللي احنا حاطينه هنا؟ باي باس تشيك فالف. ايه المربع المنقط اللي بره ده؟ المربع المنقط اللي بره ده معناه اللي جوه المربع ده في وان بادي، في جسم واحد. يعني مش هلاقي الفلو كنترول لوحده والتشيك فالف لوحده وانا هوصلهم ببعض، معناه ان لما هروح اشتري او لما هتشوفه تحت عندنا في المعمل هتلاقي الاثنين دول في جسم واحد. داخليا كونستراكشن داخليا قلنا هنبتدي نشوفهم بتاع الاسبوع الجاي، داخليا هم في جسم واحد. يبقى فلو كنترول ويز ان انترنال تشيك فالف. يعني ايه انترنال؟ يعني داخل الفلو كنترول، داخل البادي بتاع الفلو كنترول. تلاقوا فلو ريستريكتد فلو ان وان دايركشن، يعني خلي في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه ده هعدي من هنا، مش هعدي من هنا السكه مقفوله، لكن الاتجاه العكسي هيعدي فري من التشيك فالف، مش هيضطر بقى يتخنق هنا. يبقى انت بتتحكم في ده فقط ماشي في الاتجاه ده. اي سؤال؟ طيب اه طبعا طبعا في ريسبونس تايم، بس مش وقت كتير يعني، لكن هيتغير لانه انكمبريسبل، التغيير هيبقى سريع. وده هتشوفه ممكن تجربه في المعمل، تخلي حد يجربه لك وانت واقف. لو كومبريسبل هيبقى التغيير يمكن ياخد وقت. بص نظريا اه بياخد وقت، عمليا انت مش هتحس بالوقت ده لان ده هيبقى سريع، يعني جزء من الثانيه. نظريا اه بياخد وقت لغايه ما يبيلد اب البريشر ده 100%. لو اللاينز كبيره والسلندرز كبيره واحجام كبيره الوقت ده هيزيد. ماشي؟ طيب ايه اللي قدامنا دي؟ ده فلو كنترول اه، بس بيتحكم في انه فلو؟ اللي داخل ولا اللي خارج؟ اللي داخل. لان اللي خارج هيخرج منين؟ طب بيتحكم في اللي داخل في انه مشوار؟ يبقى ده متر ان اكستنشن ستروك، متر ان اكستنشن ستروك. خلاص؟ لو قلبت التشيك فالف ده هيبقى ايه؟ كل حاجه هتتقلب، هيبقى متر اوت في ايه؟ في الريتراكشن. طب ده متر ان في مشوار ايه؟ ريتراكشن، لان اللي خارج مقفول بايه؟ ده متر ان في مشوار ريتراكشن اكيد؟ يعني لو متر ان هيعدي من هنا يبقى اكيد ده هيعدي كده، يبقى اكيد ده ايه؟ متر اوت في
مشوار ايه بقى؟ الاكستنشن. يبقى عندنا حاجه اسمها ميتر ان، حاجه اسمها ميتر اوت، يا بتخنق اللي داخل يا بتخنق اللي خارج. في فرق بينهم؟ اه في فرق، فرق في حاجات كتير. اه فرق في حاجات كتير، هنشوف الفرق، هنشوف الفرق بنيجي نتكلم عليها. لكن برضو يمكن مش السكشن اللي جاي، السكشن الجاي هيكلمك على الريليف لوسز، السكشن اللي وراه الفرق ما بين ميتر. في شاب مختلفة، ميتر ان وميتر اوت لغاية اب تو القصة دي لغاية صفحة 300. من 328 913. السكشن اسمه 913، سبيد كنترول اوف هيدروليك سلندر، ميتر ان وميتر اوت، كل ده شغال معاك لغايه سبيد كنترول اوف هيدروليك موتور اللي هي 324، لغايه 324. كل ده هتلاقي مسائل، وفي اخر الميزه هنا ان اخر كل شابتر في مجموعه من المسائل كلها مطلوبه منك على فكره، اللي في اخر الشابتر ده مجموعه من الاسئله والمسائل في كل الشباتر. شابتر احنا شغالين من شابتر 6 7 8 9، حاليا بنشتغل في 8 و9، فاخر المسائل موجوده في 8 في 9 مطلوبه منك. دي اكزامبلز للمسائل، بس خلينا نشوف بقى ايه، نقفل بموفيز كده عشان لو حد فاتته حاجه يقدر يرجعها من الموفي، هيلاقيها سهله ان شاء الله. بالنسبه للسكاشن المعمل، سكاشن المعمل هتبتدي تاخد دوائر اكثر تعقيدا. الريبورت اللي سيادتك هتقدمه في المعمل هتستخدم برنامج اسمه اوتوموشن ستوديو، بيسيميليت الدايره، بتركب انت الدايره، هتركب لنا الدوائر اللي انت خدتها. اوتوموشن ستوديو فيرجن 5 كراكت، موجود على النت، لو ما لقيتوش حد منكم يجي يديهوله، بس موجود كتير على النت. ماشي، كراكت تقدر تستخدمه، بتركب الدوائر اللي موجوده في المعمل. يعني كل دايره خدتها وخدت نتائجها هترسم لها دايره اختها بالاوتوميشن ستوديو وتجريه وتطلع لي ايه الارقام بتاعته. برنامج موجود في كراك ده على النت. نفس هذا البرنامج السي دي هاي او الدي دي هاي اللي موجوده في الكتاب، جايب لك مجموعه من الدوائر مركبهم لك كانيميشن عشان تشوف الحركه بتاعته. هحاول الاسبوع الجاي اوريك حاجه منهم، بس انت برضو ابتدي بص عليه. لا، البرنامج بفلوس، فهو بيعمل دعايه عن طريق الكتاب، فحاطط لك مجموعه من الاكزامبلز تجريها تتفرج عليها. البرنامج معمول له كراكت، فانت هتجيب النسخه المسروقه، واخد بالك؟ هي مسروقه صراحه، ماشي؟ وهتستخدمها، حتى يعني انت البرنامج تقدر تركب اي دايره انت عايزها. اللي في الكتاب اكزامبلز محدده. زي الحاجات اللي بوريها لك كده. الفكرة بتاعت البليد اوف، ما عدا البليد اوف. This reduces flow downstream of the flow control valve. طبعا الرسمه المرسومه دي غلط. ايه الغلط اللي فيها؟
اللي هيشوف الرسمة دي هيفتكر ان دخل 10 وطلع 5. هو ما دخلش 10، هو دخل 5 وطلع 5. الخمسة ده اللي طلع من البامب 10، اللي وصل للفالف 5، لان الخمسة التانيين راحوا فين؟ راحوا التانك عن طريق الريليف. الكلام اللي احنا قلناه، اول ما بتفلق تقفل لغايه لما تعلي الضغط بتوصل للسيتنج بتاع الريليف، الريليف يفتح جزئيا، جزء من الفلو يروح للريليف وجزء يروح للسيستم. الترانزيشن اللي انت بتتكلم عليه ده قليل جدا جدا جدا، اجزاء من الثانيه الواحده، فما بناخدوش في اعتبارنا الا لو بعمل ريسيرش على نقطه معينه، ومعمول ديزاين للريليف انه ما يقعدش استليت فيخلي لك الفلوريت متغير. نعم. ايوه احنا لا لا، انت مش بتقعد تعلي الضغط، انت الضغط عليته على قيمه 105، 105 يقابله فتحه معينه للريف جزئيه، وانت على حسب الفلو كنترول انت بتخنق خنقه معينه تدي لك بريشر معين يفتح فتحه معينه من الريف يستنزف جزء من الفلو معين، ماشي؟ بدل الريليف والباور لوس اللي في الريليف، لو عندي بريشر كومبنسيتد فاريبل ديسبليسمنت بامب، بدل ما الريليف هو اللي بيفتح، الفاريبل ديسبليسمنت بامب قلنا من ميزاتها تقدر تتحكم في الفلو عن طريق تغيير الديسبليسمنت، ووعدتك ان هشرح لك الكلام ده في اخر السنه، هتلاقي يقلل لك الفلو اللي طالع، بدل ما بيطلع 10 اصلا الديسبليسمنت بدل ما كان 10 لتر بيبقى الديسبليسمنت 5 لتر، فبدل ما هيطلع 10 جالون بير مينت هيطلع 5 جالون بير مينت من غير ما افتح الريليف خالص. الفلو كنترول بيبقى عليه ارقام، والارقام دي بتحدد الفتحه اللي انت بتفتحها، فانا بغير السي في اللي انا بعمله، فبتقدر تعرف على الدايره اللي انت عندك دايره معينه كل فتحه من دول تقابل سرعه قد ايه او بيرسنت على الاقل من سرعه. بريشر كومبنسيتد دي هشرحها لك لو كان اللود متغير بعد كده. Changing the load or increasing the pressure to cause the valve.
دي بيتكلم ليه بنستخدم البريشر كومبنسيتد، لان لو البريشر ده متغير السك الفلو ريت هيتغير، انت ظبطته على فتحه معينه تغير البريشر تغير الفلو ريت، عشان كده بنستخدم بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. والمره الجايه هتيجي بقى نخش جوه الريليف، وابتدي لازم نعرف الريليف الاول ونخش كل كله جوه فالف ونشوف بيشتغل ازاي وبيأثر ازاي على الايكويشنز. الشيت هيكلمك على لوسز في الريليف ولوسز في الفلو كنترول فالف اللي انا قلت لك عليهم، المسائل اللي انا قلتها. سوري نعم. دي نعم. لا هو بيقارن بين دي ودي فيكسد وادجست، وبيقارن الفيكس دي ودي، مش بيقارن بين دي ودي، يعني بقول لك يا كده او كده او كده او كده. ماشي ماشي، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.